أعزائي المشاهدين السلام عليكم ويا هلا مرحبا فيكم من برنامجكم مزلاي. طبعا دائما احنا عودناكم كل حلقة نقدم لكم شيء جديد وأكلات جديدة وأكلات غريبة وخفيفة وشهية. اليوم عندنا العصير اللي هو مكون من روب وموز وكاكاو وعصير هنبة وحليب وثلج. عندنا الشوربة، الشوربة هي من مشروم، كزبرة، زيتون أخضر، بصل، ثوم، زبدة وفلفل أبيض. السلطة طماط، فجل، خيار، بصل، مايونيز، خل وخردل وزيت زيتون وعصير ليمون، وفي إضافة ممكن نضيفها بعدين، الإضافة تحتسب لكم شو تحبوا تضيفوا عليها، زيتون أخضر، زيتون أسود، على حسب ما تبوا. عندنا دياي بالنعناع، اسمها دياي بالنعناع. كيف دياي بالنعناع؟ هشرحكم عنها شوي. دياي بالنعناع، دياي سوا سوتيه مع شوية ثوم وعشاب وبصل وعليها جبنة بارميزان وكريمة، والعيش يكون مفور، عيش شيلاني. هاي الأكلة جدا رهيبة وخفيفة. أول شيء خلونا نبدأ بالعصير. دائما احنا طبعا معودينكم أن نبدأ أول شيء بالعصير. عندنا العصير موز، لا تستغربوا العصيرنا فيه كاكاو، بالعكس الكاكاو مهم جدا، وخاصة بذرة الكاكاو وحبة الكاكاو هي أصلا أساسها هي طعمها مر على القم، ولكنها وايد مفيدة وصحية. عندنا روب، كاكاو، حطي رشة كاكاو، عصير هنبة أو منقحنا عصيرنا وجاهز. لا تستغربوا على فكرة مشاهدين، لا تقولوا إن شو الخلطة اللي معفسة فوق تحت فيها كاكاو موز على عصير مانجا، عصير، ولكن أهم شيء النكهة أو الطعم. حليب، تحبوا تضيفوا لها عسل ضيفوا لها عسل، تحبوا تضيفوا سكر ضيفوا سكر، أما أنا شخصيا ما أحب أضيف لها شيء. ونخلط. على فكرة لو ضفتوا لها عسل بيكون طعمها حلو وأطيب، ولكن أنا قلت لكم شخصيا ما أحب أضيف لها أي إضافات ثانية. طبعا بعد الحين ما خلطناه عندنا هني الثلج، حط له الثلج المذاب ونخلطه مره ثانيه. عصير شهي ومنعش وجميل جدا، وحتى لونه شهي. خلينا ننتقل وياكم للشوربه. خلينا نقول اول شيء مكونات الشوربه. مكونات الشوربه اللي هي مشروم، بقدونس، زيتون، بصل، ثوم، زبده وبهار ابيض. اول شيء ناخذ زيت زيتون، نحمي زيت الزيتون شوي، وبعدها نحط الزبده على طول. خليها تحنى. الزبده مع زيت الزيتون بيتغير لونه. احنا المره عشان اثبت ان نبقى المشروم شويه لازم تاخذ لون البني. الزبده مع الزيتون، الحين نضيف المشروم ونحمسه لغايه ما يذوب. نحمس نحمس. بالعكس لو كان حتى عندنا مشروم مثلا مع اللبات نقدر نسوي بنفس الطريقه، نصفيه من الماء، نحطه في مشخله، نصفيه من الماء ونرجع نسوي بنفس الطريقه هاي. نضيف له هنا شويه ملح، ايوه صار لونه حلو اشقر وشهي. عندنا هنا بصل،
حمسه مع البصل شويه. وهاي دائما نقول انه دائما يوم بنسوي شيء نتم نحركه على طول، ما نحطه في الجدر وننساه او نسير عنه. نرجع نحركه، بدا كله يحرك، بدا يتغير لونه، حتى لون البصل بدا يتغير. ولو حبينا المشروم نسوي كريسبي، يعني نخليه ناشف مثل بطاطا، ممكن نحط له زبده، شويه زيت زيتون، نجيب صينيه كبيره نفرش عليها اللي هو ورق الزبده، ونطب عليها من الصوبين الزبده، ونحطها في الفرن الى ثواني، مجرد ثواني، ما بين الثلاث ثواني لخمس ثواني بالكثير. بس ما شفتوا بدا يتغير اللون. عندنا هنا كزبره، حرك. عندنا زيتون الاخضر، نتري حتى تطلع ريحه البصل. وفي النهايه عندنا الثوم والبهار الابيض. هذا الثوم وهني البهار الابيض. نرجع نحرك. ونضيف لها ماي. ونخليها تغلي على نار هادية. خلينا نروح فاصل ونرجع لكم مرة ثانية. طبعا بعد ما رجعنا لكم بعد الفاصل، عندنا الشوربه نفس ما انتم شفتوا لونها بني وريحتها طيبه وطعمها بيكون شهي. خلينا نتكلم عن السلطه. اليوم السلطه عندنا فجل احمر، طماط، خيار، بصل، مايونيز، خل، وخردل، وزيت زيتون، وعصير ليمون. فجل، طماطم منزوع البذر، عندنا خيار، بصل، مايونيز، خردل، خل، زيت زيتون، عصير ليمون، ورشة ملح خفيفة. ما نكثر الملح وايد لأن الملح بيعطش. هذه خلطناها. تكون السلطة جاهزة. أول شيء خلونا نصب العصير، عصير الموز بالكاكاو. طبعا العصير هذا طيب، كثيف منه ومن نفسه، بدون سكر. خلاص انا نرجع للشوربه شويه، شوف الشوربه بعدها شوي، نضيف لها شويه ماي ونخليها تطبخ.
على فكره في النهايه لو حبينا نضيف لها شويه ليمون عشان يكون طعمها اطيب شيء ممكن نضيف ليمون، ولو حبينا نضيف لها نخليها حاره ممكن نضيف لها الفلفل الاحمر المقشر او المكسر. خلينا نحط السلطه. على فكرة اللي يحب يضيف لها مثلا نوع من انواع الفواكه ممكن يضيف لها عنب او يضيف لها تفاح او يضيف لها اناناس. نحط الصوص عليها الباجي. هذه السلطة. خليها تطبخ شوية، خلنا نروح وياكم فاصل ونرجع لكم مرة ثانية. طبعا بعد ما رجع لكم بعد الفاصل وشفتوا ان سوينا العصير والسلطة، والسلطة إن شاء الله تكون حتى ألوانها حلوة أصلاً، وأنا نفسي أكلها الحين. الحين عندنا هني الشوربة، نحركها نفس ما أنتم شايفين ونخليها شوي. أعزائي في عندنا شيء، هذه طبخة الدياي، خلينا نقول لكم عنها. عندنا دياي متبل بس بالكركم، حطي عليه كركم وشوية زيت. عندنا عيش أبيض مسلوق أوردي وجاهز نص سلقة. عندنا اللي هو الأكيل الجبل أو الروزماري، وعندنا نعناع واللي هي أهم الأكلة فيها نعناع، وهذا اللي هو الزعتر بري وبارميزان تشيز وبصل. هاي طبخة ابتكارية على فكرة، أنا أتمنى ممكن تسووها بالسي فود تطلع نفس الشيء، ممكن تسووها باللحم، لكن باللحم بتكون شوية يعني ثقيلة، ومش إنها ثقيلة ما تنبلع نفس الدياي أو السمك أو السي فود. خلونا ننزل أول شيء الشوربة. بنز عنها هاي الشوربة، مشروم وزيتون نضيف لها شوي من الماء. شكلها حلو وشهي، والزيتون فيها على فكرة ما نكثر فيها ملح لأن الزيتون يمكن يكون مالح، لازم نخفف نسبة الملح. هنا عندنا الطبق الرئيسي. طبعا الحين أول شيء لازم نخلي الدياي مقرمش شوية أو مقرمش حتى أنه يعني يغير الطعم، يعني يقدر ينسجم مع الأعشاب اللي احنا مسوينها. عندنا هني زيت، خلي الزيت يسخن شوي. أهم شيء الزيت يكون ساخن، ونفس ما قلت لكم أن تتبيلة الدياي لازم يكون عليها كركم وشوية زيت. هنا نحرك بسرعة حسب انه ما يلصق. نحرك نفس ما انتم شايفين. اهم شيء انه
ما يحس يعني نخليه على النار العالية ويلصق الدياي في اسمه في الجدر. هذا مهم جدا. الخطوة اللي بعدها وهي أهم من البصل وكل شيء، النعناع. حط النعناع لأن لازم يتقلم وياه. بدأت ريحة النعناع تطلع. على فكرة ريحة النعناع مع الدياي ريحة جدا حلوة وفعلا مشهية، وبيتغير لونه بيكون لونه أخضر، اللي هالسبب احنا سميناه الدياي مع النعناع. خلكم وياي أعزائي، بنروح فاصل ونرجع لكم مرة ثانية. طبعا ناس ما شفتوها، حطينا نعناع، ريحة النعناع طيبة جدا. عندنا هني البصل ونحمسه وياه. كل ما تضيف له شيء كل ما يتغير طعمه، كل ما تضيف له شيء كل ما يكون طعمه أحسن وريحة تتغير، كل شيء يتغير. نحرك نحرك، ناخذ رشه بسيطه من الملح. ليش؟ لان فيه الجبنه اصلا مالحه البارميزان. نحرك مثل شايفين. عندنا هني الروز ماري، ناخذ منه رشه ونقليه شوي. عندنا هني الزعتر البري، نرميه كله. حركنا زي ما انتم شايفين. ظل عندنا اللي هو الجبنه، نرمي الجبنه ونرمي فوقها العيش. خلطتهم الحين مع بعض، شوفوا اللون كيف صار، لون حلو. في النهاية نخف الحرارة ونحط عليها كريمة. ونخليها على نار هادية جدا. هذا العيش احنا من قبل مفورينه نص تفويره، نخليه الحين على نار هاديه خفيفه جدا. خلونا نسير وياكم للحلو. الحلو عندنا اليوم صنوبر، جوز مبشور، لوز، فستق حلبي، بيض، جوز الهند، فستق حلبي ناعم، هيل وسكر. أول شيء ناخذ مكونات هاي كلها نحطها بالطريقة هاي. عندنا هني فستق الحلبي، عندنا لوز مبشور، سكر، جوز وهيل. وعندنا هني ماي الزهر وشوي زعفران. خلطهم مع بعض. خلطهم مع بعض. وعندنا هني الورق اللفايف، الكل يعرفها هذه اللفايف، طبعا ممكن ياخذها جاهزه. نحط رشه هني، نحط رشه بسيطه. ناخذها نفس ما انتم شايفين. ونبدا نلفها، نلفها نلفها شوي شوي. ما نكسر الورق لأن بدنا لأن بنقليها
ناخذها بطريقه هاي، انتم شايفين نحاول نشدها شويه نرصها، في النهايه ناخذ لها شويه بيض هني مخفوق نمسح هني، او بيض او طحين حتى بطريقه هاي. ناخذ بعد وحده ثانيه شيل بطريقه هاي، نلفها، اهم شيء نلفها شوي شوي، نحاول كل لفه نشد فيها شوي حسب انها ما تتكسر، لان هات اللفه حط لها شويه بيض وتكون جاهزه. ناخذ بعد وحده على فكرة، اللي يحب يغير المكسرات ممكن يحط أي نوع مكسرات يحبه. لف بالطريقة هاي، نحاول نمسك من هني وهني، نلف دائما نحاول نشد أنها ما تتكسر. خلصنا، خلنا الحين الزيت بس حامي، ننزل حرارة الزيت شوي، خلنا نسير وياكم على الطبق الرئيسي. شوف الطبق الرئيسي، نرفع شوية الحرارة، بدأ استوي. على فكرة يا جماعة الطبق هذا ترى عجيب ومن أطيب الأطباق اللي احنا سويناها، لونه حلو، أورنج على أبيض على أخضر، شكله جميل. الحين طبعا عندنا العيش او الدياي بالنعناع جاهز، لونه حلو وردي على اخضر على اورنج، طبق منوع وشهي. هذا طبقنا، عندنا الحين الحلو، ناخذ اللفايف نفس ما انتم شايفين بالطريقه هاي ونرميها في الزيت. طبعا ليش نحمي الزيت؟ لان هي ما تتحمل وايد قلي، فنحاول نقلبها كل شويه يمين يسار لما تستوي. احنا ما نحب ان يستوي وايد، خلينا شويه يتقرمشن ياخذن لون. اوكي، ناخذهم من هنا ونحطهم في القطر. طبعا الكل يعرف يسوي قطر. حطه في القطر، نقلبهن شوي. حتى يتشربوا شوية، يكونوا لينين هشين، حلوين، جاهزين للتزيين. ناخذ شوية من الفستق الحلبي، نغمس وشوية نغمس في جوز الهند، ونحطه بالطريقة هاي. أعزائي هذا الحلو
بدت حلقتنا بعصير الموز والكاكاو وشوربة المشروم مع الزيتون وفجل مع الخيار والخردل والمايونيز وعصير ليمون، والحلو هو عبارة عن لفايف، وعندنا طبق الرئيسي اللي هو دياي بالنعناع. أتمنى إن شاء الله تكون حلقتنا عجبتكم واستفدتوا منها، وجباتنا إن شاء الله تكون شهية وطيبة. هني وعافية عليكم، مع السلامة.